بيس اطلق يصور عسلامة. اسمي منتصر عمر طالبي، يتربجوا بيا منتصر طالبي ولا طالبينيو. القراب القرابي عيطولي مونتي. تولدت في باريس لو 26 مايو 98. كيف كنت صغير كنت نتفرج برشا في الكوميكات، سواء بالفرنسي ولا بالعربي، كيف كيف تيفو، سبيستون، نيكولو ديون، ام بي سي 3، كل شيء. جيت الكرة عمري 5 سنين. كيف كنت صغير كنت مغروم بزين الدين زيدان، وتصورت معه 3 شهور التالي. اللاعب اللي نحلم نلعب كونترو هو نادر الغندري وكريستيانو رونالدو. احسن ماتش تفرجت فيه هو فرنسا والبرازيل كوب دي موند 2006. احسن ماتش لعبته هو ضد نيجيريا في الكوب دافريك اللي فات. هواياتي اللي ما يعرفهم حد هما كوجينا، ابن ماكلة عندي هي الباستا سامبليفيكاس. اكثر حاجه نعرف نطيبها هي الباستا سامبليفيكاس. عندي فوبيا من الكبار زيدا. صغيره مو نخاف منه، ما نجموش، امبوسيبل. ان ما جيتش كواجي كنت نجم نكون، كنت خايب في القرايه، دونك حاجه في الفينانس ولا كويزيني. لا لا كريتيك كويزيني، خاطر موت نحب ناكل انا قبل نتاعي. كان نلقى روحي في جزيره مهجوره، هز معايا امي خاطر نعرفها حتى ما تحيرش. اخر سيري تفرجت فيها وعجبتني هي بواخ. اكثر غيزو سوسيال عندي في وقت هو انستغرام وتيك توك. كيف يجوني دي كومنتير خايبين نخليهم وساعات نلايك. امي اسيورانس.